معادلة الزمنية للحركة في x دو تي x دو تي. معادلة الزمنية للحركة ياك كنقصدو بهم تبعنا يا أرى جمع داكشي يلا معادلة x دو تي دونك في x من غنجيبو دونك في x وي دونك هادو إحداثية صح. أشنو بين أشنو حسبنا حنا في السؤال الأول؟ شنو حسبنا في هذا السؤال اللي قبل؟ تسارع لقينا باللي ا اكس احداثية منتجات التسارع على المحور اكس لقيناها باللي كتساوي 2.5 متر سكوند موان 2 ياك شنو اللي لقينا؟ صافي؟ دونك شنو هي العلاقة نتاع ا اكس و في اكس؟ علاقة ا اكس و في اكس شنو درنا في الدفتر؟ ا اكس ماذا تساوي؟ اشنو هو التسارع؟ هو دي دو في على دي دو تي مشتقه نتاع السرعه بدلاله الزمن. دونك الا بقينا ا اكس يعني هو دي دو في اكس على دي دو تي. دونك دي دو في اكس على دي دو تي كتساوي لنا ا اكس اللي هي 2.5 ياك ولا لا؟ دي دو في اكس على دي دو تي ايكال اكس. دونك هذه اش كتمثل؟ دي سيغ دي دو تي اش كتمثل لنا؟ مشتقه تاع في اكس مزيان. دونك هذه المشتقه نتاع في اكس انا بغيت في اكس يعني الداله الاصليه عرب الداله الاصليه دونك بغيت وي هذه المشتقه تاع في اكس يا اكس اللي هي واحد العدد ثابت انا بغيت الداله الاصليه صافي ديالنا كيفاش مثلا صح غادي نعطيك مثلا نقول لك بلي عندي واحد الداله اف دو تي في الرياضيات اللي هي تساوي جوج ماشي جوج اكس راه شنو عندنا تي دونك جوج تي دونك اف دو تي ايكال ا دو تي صافي هذا ما كان هاك بلوس اون كونستانت سي هاد لا كونستانت كي ديروا تحدوه كيفاش ايه كيعطيوكم واحد ها كيعطيوكم واحد القيمه ديال اكس يقول لكم باغ اكزومبل اكس زيرو تساوي لا ميم شوز حنايا باش نحدو هاد السي غادي ناخذو تي تساوي صفر دونك غادي ناخذو تي زيرو الى حدا تي زيرو كتساوي لنا زيرو ياك دونك الا كانت هادي زيرو يعني السي شحال غادي تساوي ماشي زيرو اف في اللحظة تي تساوي دونك كنسميوها اف في اللحظة تي تساوي صفر يعني اف دو تي زيرو تساوي سي دونك ماذا تساوي اف دو تي جوج تي بلوس هاد لا كونستونت اللي هي اف في اشمن لحظة تي زيرو واضحة هنا ولا لا؟ واضح هادشي اللي درنا؟ واضح ايوا هادشي اللي درنا هنا غنطبقو عليه بلاصت دي سور دي تي هي بريم بلاصت اف اشنو كاين ليه؟ في اكس يعني شكون شنو هي الدالة ديالنا؟ في اكس في اكس دو تي شحال غادي تساوي لنا انطلاقا من هادشي اللي عندنا هنا؟ ا اكس زيد في اكس دو تي واشنو غاتساوي لنا؟ ا اكس فاش؟ ا اكس فاش؟ تي هاكا بلوس ماذا؟ اون كونستانت شنو هي لا كونستانت؟ اف دو اف ماشي اف في في زيرو غادي نسميوها في زيرو ولكن علاش من محور هنايا على اكس اشنو هي في زيرو في زيرو تبعنا وداد دونك في زيرو السرعه البدئيه للجسم السرعه البدئيه للجسم ملي كنقولوا السرعه البدئيه يعني السرعه في لحظه تي ايكال زيرو يعني من لحظه بدا الجسم دونك في زيرو هي السرعه البدئيه للجسم اذا هنايا في اكس دو تي قلنا هي ا اكس تي بلس في زيرو صافي حنا نعتبروا بلي ان هذا الجسم هذا مثلا مثلا انطلق بدون سرعه بدئيه مثلا هذا مثال اذا انطلق بدون سرعه بدئيه يعني شحال السرعه ديالو لا شحال السرعه بدون سرعه يعني شحال القيمه ديالها بدون سرعه زيرو ما عندوش السرعه بدون دونك في زيرو كتساوي لنا زيرو يعني شحال هذا في زيرو على المحور اكس زيرو ما كايناش ولكن الى انطلق بواحد السرعه في زيرو مثلا عطينا واحد القيمه في زيرو هي مثلا انطلق بسرعه بدئيه في زيرو كتساوي ام متر سكوند موز ياك غادي نعتبرو بلي ان الجسم انطلق بسرعه بدئيه في زيرو ايكال ام متر سكوند موز من النقطة من النقطة أو نقطة أو نعتبرها أصل التواريخ نعتبرها أصل التواريخ متى نقول أصل التواريخ
اصل التواريخ يعني انت شحال كتساوي في هذه اللحظه؟ صفر. عقلها لي مزيان. اصل التواريخ تي ايكالا زيرو. دونك الى جينا هنا بغينا نمثلوا السرعه متجهات السرعه في هذه النقطه او الجسم طالق بواحد السرعه في زيرو بغينا نمثلوا متجهات السرعه كي كتكون متجهات السرعه بالنسبه للمسار البارح والبارح ماسه للمسار دونك الى جينا بغينا نمثلوها هنا المسار هو هذا دونك في زيرو كي غادي تكون هاك فوق هذا المسار صافي ولا لا جسمي راه غادي كي داير السرعه ديالو متجه السرعه غادي مع الحركه شي حاجه اللي لوجيك يا قول انت غادي تحرك الحركه دونك متجه السرعه ديالك غادي معك ماشي انت غادي هكا متجه السرعه طالع الفوق ولا غادي من خصنا ما نكتبوا شي حاجه نفهموا واش كنكتبوا ياك متجهات السرعه غادي انت تقول لي راه المسمار يعني شويه متجهات السرعه ما كاينش احتكاك كاين الفرق كاين الفرق بين القوه ومتجهات السرعه تعال صافي هذه متجهات السرعه الجسم راه غادي يتحرك باش من منها لهذ الجهه دونك متجهات السرعه غادي اسمها لهذ الجهه دونك هنا الا بغيت نطبق هذه متجهات السرعه اي بلوتو الا بغيت نسقطها دونك غادي نمثلها هنايا في زيرو في زيرو على اي شحال كتساوي هاهي في زيرو احداثيتها في زيرو اكس في زيرو اكس يا في زيرو وفي زيرو ايكغيك هاك هي زيرو دونك احداثيتها على المحور ايكغيك زيرو فهمنا مزيان دونك هنايا غادي نجي نعوض زي اكس دو تي معادله الزمن هي تساوي ا اكس شحال لقيناها 2.5 فاش في تي ياك في تي في تي بلس شحال في زيرو اكس هي شحال في زيرو اللي هي في زيرو شحال خديناها واحد دونك غادي ندير هنا ا اكس باش نعوض مره واحده دونك 2.5 تي بلس دونك هادي في اكس دو تي تفهمنا ولا لا دونك هادي سميتو معادله الزمنيه للحركه مثلا خلينا باريزون هادي في اكس دو تي دابا الا بغينا اكس دو تي هادي المعادله الزمنيه لسرعه الجسم دابا بغينا المعادله الزمنيه ديال الموضع يعني نحدو اكس دو تي موضع الجسم فين راه في واحد اللحظه تي دونك ملي كنقول الموضع الموضع كنحدو بمنتجات الموضع او جي ياك باش نعرف او جي خصني نعرف ماذا اكس في كل لحظه يعني خصني نعرف شحال كيساوي اكس في دلاله الزمن هذا هو الهدف المعادله الزمنيه للحركه يعني خصني نعرف فين راه مواضع هذا الجسم يعني اكس في هذا لو كان دونك باش نجيب اكس دو تي لا ميم شوز اكس عنده علاقه باش شنو العلاقه بين في اكس و اكس كتساوي ديال في اكس دو تي واه شنو هي هذا في الدفتر قلبوا لنا في الدفتر في اكس دو تي شحال كتساوي بدلاله اكس يلا في اكس دو تي تساوي ماذا بدلاله اكس اشنو هي في متجهات السرعه في جي شنو هي في جي هي هاكك في اكس هي ماذا دي دو اكس على دي دو تي دونك في اكس دونك في اكس دو تي دي دو اكس على دي دو تي كتساوي لنا في اكس دابا ولا لا دي دو اكس على دي دو تي تساوي في اكس دونك شنو هي في اكس انت راه نشوف بصفه عامه بعدا نعود دونك دي دو اكس على دي دو تي هي ا اكس تي بلس في زيرو على المحور اكس هذا كيتسمى الاسقاط احداثيات في زيرو على المحور اكس احداثيات تسارع على المحور اكس فيس احداثيات منتجه السرعه على المحور اكس دونك غادي نعاود نرابي الماتيماتيك لا ميم شوز دابا عندي المشقه هي هذه اف بريم دو تي دير واحد الداله ايكال 3 تي بلس ان ياك بغينا الداله الاصليه ديال هذه دونك اف دو تي شحال غتساوي لنا الداله الاصليه ديال هذه زيد واحد على اربعه علاش واحد على اربعه هاد ثلاثه عدد ثابت ما تمشيش فيه غادي يبقى ثلاثه عدد ثابت دونك تي شنو هي الداله الاصليه نتاع تي الداله الاصليه ماشي المشتقه واحد على جوج تي وسي اثنان
الداله الاصليه نتاع تي هي واحد على جوج تي وسي اثنان. دونك شنو غتعطينا هذه؟ واحد على جوج ثلاثة تي مربع بلوس شحال هي الداله الاصليه ديال واحد؟ هي تي. دونك واحد في تي ياك صافي. بلوس ماذا شنو غتزيد؟ كونستانت. لا ميم شوز باش نلقى لا كونستانت خصني نعطي تي شحال؟ الحدا زيرو مثلا في تي زد. دونك زيرو زيرو يعني اف في اللحظه تي تساوي صفر هي سي. دونك سي غادي نعوضها باش اف في اللحظه تي تساوي صفر. يلاه تبقوا داك الشيء ديالك اش غنديروا هنا؟ يلا شكون هي الداله اللي كنشتق انايا؟ اكس. دونك الداله الاصليه اكس دو تي تساوي ماذا؟ شحال؟ واحد على جوج زيد ا اكس تي او كاري زيد. صحيح واحد على جوج ا اكس تي او كاري زيد بلوس هاي انا واحد ولقينا في زيرو شنو غندير؟ في زيرو. دونك شنو عندي؟ هاد العدد هذا فاش غندير؟ في تي. دونك في زيرو اكس فاش؟ في تي ياك ولا لا؟ وشنو؟ اشنو درنا هنايا؟ 3 تي بلس 1 هاد واحد. شنو هي الدالة الأصلية تاع واحد؟ هي واحد تي. شنو الدالة الأصلية ديال في زيرو؟ إيش في زيرو؟ إكس في تي بلس ماذا؟ إكس في زيرو. هاكاك إكس في اللحظة تي تساوي صفر. قلنا لها إف في اللحظة تي تساوي صفر. دابا غادي نديرو إكس في اللحظة تي تساوي صفر كنسميوها إكس زيرو. دونك إكس زيرو يمثل الأفصول عند أصل التواريخ. عند أصل التواريخ يعني كنقول عند اصل التواريخ يعني اكس في اللحظه تي تساوي صفر هو اللي كنسميها اكس زيرو. بلاصه ما نكتب اكس في اللحظه تي تساوي صفر كنسميها اكس زيرو. دونك الا بغينا نطبقوا هادشي في التمرين دونك اكس دو تي تساوي ماذا؟ ان دومي فاش ا اكس شحال؟ جوج فاصله خمسه فاش في تي او كاري بلوس في زيرو اكس شحال قلنا؟ واحد في تي بلس اكس زيرو. من طالق الجسم من اي من النقطه او من هنا من او ياك شحال اكس نتاع النقطه او؟ زيرو. اكس زيرو شحال؟ هادي مشات زيرو. دونك غادي يبقى لنا ان دومي جوج فواحد على خمسة على جوج شحال هي؟ واحد فاصلة خمسة وعشرين تي او كاري بلس واحد تي. دونك اللي هي دونك هادي تي. يلا دونك هادو كيتسموا معادلة الزمنية للحركة، فهمنا ولا لا؟ دونك هادشي مطالب انك حيت هادشي ديما في التمارين. شوف هادشي اللي درنا هنا هو اللي غادي نعاودو له في الدرس الجاي سقوط الحر، الدرس اللي موراه، الدرس اللي موراه القذيفة معادلة الزمن، فهمنا؟ والدرس اللي موراه اللي هو النابض، صافي ولا لا؟ دونك حتى دونك عندنا هادشي اللي غندير، فهمنا؟ يلا دونك ناخذ هادشي دغيا الشكل ديجا عندكم حركة جسم فوق مستوى مائي باحتكاك في هذا لوكا ماشي نهملو احتكاكات غادي ناخذو الاحتكاك حركة جسم فوق مستوى مائي باحتكاك نعتبر جسم مسلطة الاس كتلته ام تساوي 200 غرام بحال الاخر كيف كيف نفس الجسم نعتبر جسم الاس كتلته ام ايكالا 200 غرام موضوعا فوق مستوى افقي فوق مستوى مائل موضوعا فوق مستوى مائل بزاوية ألفا تساوي 45 درجة نقطة نجر الجسم يلا نجر الجسم بواسطة حبل تحت تأثير قوة F تحت تأثير قوة F شدتها F تساوي 0.5 نيوتن.
شدتها اف، لا اف شده بدون متجهه، شدتها صفر فاصل واحد. شدتها تحت تاثير قوه اف متجهه، شدتها اف بدون متجهه تساوي صفر فاصل 5 نيوتن. تمام. نقطة نعتبر أن التماس بين الجسم والمستوى المائل يتم باحتكاكه. نعتبر أن التماس بين الجسم S والمستوى المائل يتم باحتكاكه، وأن معامل الاحتكاك في هذه الحالة وأن معامل الاحتكاك في هذه الحالة سميناه ك اللي هو التونجونت في كيساوي لنا 0.1 نيوتن. ك إيكال التونجونت في إيكال 0.1 نيوتن. السؤال الأول، أوجد تعبير، أوجد تعبير، أوجد تعبير تسارع، يا منظم تسارع الجسم، أوجد تعبير منظم، أوجد تعبير منظم تسارع الجسم S خلال حركته، أوجد تعبير منظم تسارع الجسم خلال حركته. سؤال ثاني، أوجد المعادلات الزمنية لحركة الجسم، أوجد المعادلات الزمنية لحركة الجسم. دونك ناخذ هذا الشيء في النهاية، دونك عندنا مستوى مائل زاوية ألفا، دونك نعتبروا هذا المعلم هذا صافي. نزيدو بعدا واحد الجملة، ينطلق الجسم من النقطة، ينطلق الجسم من النقطة أو بدون سرعة بدئية، بدون سرعة بدئية. دونك جسم اس هو هذا، غادي ينطلق من هذه النقطة أو اللي كانت تطابق مع مركز استخراج الجسم ديالو، وغادي يجي طالع تحت تأثير حبلين، دونك تحت تأثير واحد الحبل، دونك تحت تأثير هذه القوة اللي هي قوة اف. يلا دونك ناخذ هذا الشيء ونحاولوا بحال درنا بالنسبة لحركة مستقيمية، دابا نحاولوا نسقطوا الخوار، كانوا متعلقين نجردوا الخوار ونبدلوها، سقطوها في معلم، يلا دغيا ونشوفوا التسارع واش راه غادي يساوي.